مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلموا راح نجاوب على سؤال من الأسئلة اللي طرحوها بعض المشاهدين على الإيميل على البريد الإلكتروني، لكن نذكركم اليوم بأن الحصة فيها الآن نصف ساعة فقط، فالربع ساعة الأول راح نعمل التقديم ونجاوب على سؤال، النصف ساعة الثاني أنتم راحين تطرحوا أسئلتكم، فحضروا الأسئلة من الآن من فضلكم. فاليوم راح نتكلم على علاج الأمراض، أمراض المفاصل. أمراض المفاصل اللي هي كثيرة. Donc je vais parler aujourd'hui brièvement du traitement des maladies osteoarticulaires qui est en principe très facile. السؤال بعثتنا أخت فيما يخص الالتهاب المفاصل الروماتويدي. الأخت تقول السلام عليكم، فتحة من الجزائر، 52 سنة وعندها هذه لابولياتريت روماتويد، وعطاو لها دواوات ميثوتريكسات وزانيترا، وتقول جو سوبورت سو تريتمون ديفيسيلمون كو مو كونسيبو، يعني الدواء هذا ضرها، واش ممكن نعطوها بديل من ما هو البديل الطبيعي اللي ممكن نعطوها لها؟ فهذا اللي حبينا نتكلم عليه اليوم. لماذا هذه المرأة تقول جو سوبورت ديفيسيلمون سو تريتمون، هذا الدواء ما قدرتش نتحمله بصعوبة. لماذا؟ عندها زوج دواوات، عندها زانيترا اللي هو لاسيد فوليك يعطوه عادة للنساء الحوامل باش يحفظوا سلامة الجنين في البطن من جهة، ويعطوه الناس اللي عندهم مرض لانيمي يعني فقر الدم. لكن هنالك دواء ثاني اللي هو ميثوتريكسات اللي هو يقول لنا الفيدال هو الكتاب او السجل اللي فيه كل الأدوية الفرنسية، هذا سجل رسمي يقول لنا بان ميثوتريكسات عنده كثير من الجوانب من الأعراض الجانبية. هنا يقول بالفرنسية les plus fréquents sont inflammation de la muqueuse buccale, baisse des globules rouges, nausées, douleurs abdominales, manque d'appétit, malaise, fatigue excessive, étourdissement, frissons et fièvre, diminution de la résistance aux infections, augmentation de pas mal d'autres problèmes. الأعراض الجانبية كبيرة جدا لميثوتريكسات، ولهذا الأخت هذه ما قدرتش تتحمله. فيقولوا بأن الأعراض الجانبية لهذا الدواء ميثوتريكسات هو التهاب الفم داخليا، الخلايا تاع الكرة الدموية الحمراء تنقص يعني تعطي الأنيمي، ولهذا عطاو لها زانيترا. لي نوزي تعود الانسان يحب يحاشف يتقيد دائما، كاين الام في البطن، الانسان يفقد الشهيه، فيه تعب كبير جدا، الانسان يعود ما يقدرش يفكر مليح، يجيه الحمى البارده، يجيه الحراره، الحمى بصفه عامه، وحتى الانسان يعود ما يقدرش يقاوم الامراض، ما يقدرش يقاوم الجراثيم اللي يدخل في جسمه. يعني هذا يمدوش الدواء هذا باش يعالجوا هذا التهاب المفاصل الروماتويدي، يعني نحبوا نعالجوا شيء وراح يزيد يجينا امراض كثيره واحد اخرى. لماذا كل هذه المشاكل؟ ف لابولياتريت روماتويد التهاب المفاصل الروماتويدي هذا واحدة من أمراض المفاصل. عندنا الأرتروز، عندنا النقرس لاغوت، عندنا ليزارتريت أمراض مفاصل أخرى كثيرة، وعندنا هذه لاسبونديلارتريت أنكيلوزونت اللي هي في آخر السنسور تاع
الظهر في الاخر فيه زوج عظام اللي يتلحموا يعودوا ما مش منفصلين عليه يتسوداو يتلحموا بعضهم بعض. كاين امراض اخرى لا مالادي تشاركو لا مالادي دو باشي، كل هذه امراض المفاصل. ف ما هي التطرق يعني هو العلاج الطب العادي تاع الطبيب نتاعنا تاع الشركات الطبيه؟ طبعا كما شفنا هما يمدوا الدواء لكل للاعراض، يعني لابروش سيمبتوماتيك يشوفوا الاعراض وشنها ويعطوا لها دواء. فيها دواوات ضد الالتهابات، دواوات ضد ضد الالام، وعندنا لا غيدور هذيك يعني الانسان يتصلب العضلات يعود ما يقدرش يحرك شغل يتعكرف ما يقدرش يتحرك، هذاك ما عندهمش دواء لها. فهذه الجانب تاع الطب العادي. اما فيما يخص الطب الطبيعي لابد نشوفوا الاصل، ما هي الاشياء اللي ادت لهذه الامراض، وعندما نشوفوا الاسباب الرئيسيه نحوها من الطريق من بعد المرض وحده يروح. علاه؟ لان السبب تنحى. فنعرف الان بان كثير من الاطباء والباحثين في الطب منهم الدكتوره كوسمين، الدكتوره كوسمين عندها كتاب تشوفوه هنايا واسمه صوفي فوتر كور، ولابد كل واحد عنده مرض من امراض المفاصل يشري الكتاب هذا، هذه للدكتوره كوسمين ويسمى صوفي فوتر كور، هذا لابد منه. فالدكتوره كوسمين هذه والدكتور فالني ولابراز وسينيالي كلهم كتبوا في مشاكل امراض المفاصل، وكلهم يبينوا بان كل الامراض المزمنه والتنكسيه ديجنراتيف اللي تدهور كلها المشكل تاعها الاساسي هو نقصان من المواد الغذائيه الطبيعيه. المواد الغذائيه الطبيعيه وشنها هي؟ فيها الحوامض الامينيه، فيها الفيتامينات، فيها المعادن، فيها انزيمات اخرى، فيها كثير اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في الاكل تاعنا واللي الجسم تاعنا يحتاجها. فالمشكل الكبير مع هذه الامراض المفاصل هي نقصان من هذه المواد. لماذا؟ الماكله تاعنا تغيرت، الماكله تاعنا تغيرت كثير ولات نحولها الغله تاعها في كثير من الاشياء، يديروا لها ادويه، يديروا ادويه في الفلاحه، يديروا كل هذه نحات الحيويه نتاع الاكل ديالنا. فهنالك بعض الادويه كما شفنا الان ميثوتريكسات يديروا مشاكل واحد اخرى، هما اللي ممكن يوصلونا لامراض المفاصل هذه. فما هو المشكل؟ كيف ممكن نعالج هذا؟ احنا قلنا بان علاج امراض المفاصل هو سهل. سهل لمن؟ سهل لمن يريد ان يتخلص من هذه الامراض. الانسان لابد انه ينظر لماذا تجيه الامراض هذه، ما ننزلهاش ربي علينا هكذاك، ما نقولوش الله غالب. الامراض هذه احنا نديروها بيدينا. الامراض هذه عند الشعوب الفقيره اللي تاكل الخضر تاع اللي ينتجوها وقاعدين ما عندهمش الامراض هذه. لكن في العالم الحاضر اللي رانا فيه بعدنا كثير على الاكل الطبيعي ونخلصوا، يعني انتهكنا تعدينا على سنة كونية خلقها الله سبحانه وتعالى، ألا وهو المغذيات اللي دارها في الماكلة تاعنا واللي لابد تفيد الجسم تاعنا تنحات. كي تنحى المغذيات هذه وتعود ماشي موجودة نخلصوا. سنة نبوية كالجاذبية، الجاذبية اللي حب يقفز ينقز من الكاتورزيام ايطاج يموت. احنا عقلنا نعرفه وحنا ما نتعدوش عليها السنة هذه الكونية. السنة الكونية هذه دارها ربي لسبب ما ما ندخلوش فيه، لابد ما نتعدوش عليها. في الأكل نفس الشيء، ما نتعدوش على، ما نغيروش التركيبة تاع الأكل تاعنا. لا تبديل لخلق الله، والأكل من خلق الله، فيه مواد اللي نحتاجها الجسم تاعنا. فإذا احنا تبعنا المسار تاع
الاكل السريع والاكل تاع برا والاكل المعلب وقاعد نخلصوا. هذه هي المشكلة تاع الامراض. دونك لو تريتمون دي مالادي كرونيك ديجينيراتيف y compris les maladies, la polyarthrite rhumatoïde et les autres, on peut les traiter facilement pourvu qu'on ait la volonté. La volonté et la conscience, la prise de conscience du problème. Et donc les maladies osteo-articulaires sont guérissables naturellement. Donc on peut guérir الأمراض المزمنة تنكسيا من بينها أمراض المفاصل النقرس الروماتيزم كل التهاب المفاصل في حيث ما كانت في الكتف في اليدين في الصبعتين في الركب يعني في كل مكان وين يكون مفصل إلا ويتعالج إذا رجعنا للطب الطبيعي. فهنالك دراسة عملتها جامعة من جامعة النرويج وهذه جت في موسوعة طب الأعشاب لهذا توماس باتون. يقول لنا بأن الدراسة هذه وش عملت، قبضت الناس اللي عندهم التهاب المفاصل وعطت لهم أكل طبيعي. أكل طبيعي وش فيه الأكل هذا؟ التجربة هذه داروها لبعض الناس 7 أيام لبعض الناس آخرين 10 أيام لكن المفروض هي 10 أيام. فواش داروا في الأكل هذا؟ سهل الحال، داروا لهم شربة خضر، وإحنا نتكلم عليها منذ زمان شربة خضر هنا في الحصة هذه، شربة خضر بدون لحم بدون دجاج بدون أي شيء، شربة خضر. داروا لهم عصير الخضر، احنا تكلمنا عدة مرات على عصير الكرفس، عصير الجزر أو زرودية أو خزو، عصير البسباس، احنا نعرفوا ناكلوا البسباس بس ما نديروش عصير، حتى نقدروا نعملوا عصير البصل اللي يقدر له، وهذا فيه دواء كثير نرجع عليه في يوم ما. على كل شربة خضر، عصير الخضر، وشاية الشاي العادي الأزرق عفوا الأخضر، شاية نتاع الأعشاب، عطوا لهم كل هذا. فما هو ما هي النتيجة؟ النتيجة أنهم بعد 7 أيام و10 أيام وصلوا إلى هذه النتيجة أن الالتهاب في المفاصل انزل. الالتهاب تاع الناس هذو اللي جربوا فيهم الأكل الطبيعي سهل مهل، الالتهاب تاعهم انزل، وبالتالي الـ الألم أحبطت، عاد ما عندهمش ألم كثير، وحتى صلابة المفاصل مشات، ولات المفاصل تاعهم لينة. هذه تجربة سهلة مهلة، شكون منا اللي ما يقدرش يعمل هذه التجربة؟ من؟ ولهذا قلت أن العلاج الطبيعي سهل ماهل، وحنا نشوفوا الناس هذو اللي عملوا فيهم تجربة ما أعطاو لهمش أي دواء ولا دواء ولاهم يحزنوا، ما كانش عندهم حتى دواء، وثانيا ما عندناش الأعراض الجانبية اللي عملها لنا الدواء هذا اللي كانت تاخذه الأخت هذه اللي سألتنا. ما الأعراض اللي تكلمنا عليها هذه نتاع ميتوتريكسات ما كاش، وهذا سهل بأشياء موجودة عندنا في المطبخ. مشاهدين الكرام، ممكن تبدأوا الأسئلة ديالكم كاين اللي ممكن نجاوب عليها الآن، لكن غالب الأحيان نأخذ الأسئلة والأهم منها نجاوب عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم. فالخطوط الآن مفتوحة للأسئلة. Donc les lignes sont ouvertes pour vos questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, personnelles ou autres, ou même sur cette émission. Et il y a certaines à laquelle je peux répondre immédiatement, facilement. D'autres, les principales, j'essaye de
d'y répondre, comme j'ai répondu à celle-ci, dans une prochaine émission. En tout cas, ce que je disais, c'est que l'étude norvégienne, pour traduire pour nos compatriotes qui ne connaissent pas l'arabe, tandis que la médecine normale, orthodoxe, moderne, classique, comme on l'appelle, elle donne certains médicaments pour pour traiter les symptômes. Elle ne traite pas les causes. Et donc cette dame, on lui a donné un traitement comme Zanitra pour l'acide folique, pour l'anémie, parce que l'anémie lui a été provoquée par l'autre médicament, le méthotrexate. Et lui, on a vu qu'il a pas mal d'effets secondaires. Et tous ces effets secondaires que j'ai cités sont dans le Vidal qui est l'encyclopédie ou le registre de tous les médicaments en France, et c'est une autorité. Alors il nous a donné déjà une dizaine d'effets secondaires méthotrexate, et j'en ai pas cité d'autres, il y en a pas mal. Et voilà comment on essaie de traiter, par exemple pour cette dame, la polyarthrite rhumatoïde. Et donc le méthotrexate, c'est un médicament qu'on donne pour toutes les maladies auto-immunes et aussi pour les anémies. Et là, dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, c'est considéré comme une maladie auto-immune. Et donc, on l'a donné à cette dame qui a dit « Je ne peux pas supporter » ou bien « Je supporte ce traitement très difficilement ». Et c'est pourquoi elle a posé la question « Est-ce qu'il y a une autre approche naturelle ?» Donc, on a parlé justement de cette étude norvégienne où on a donné durant une période de 7 à 10 jours, on a donné aux gens des soupes naturelles, sans viande. On leur a donné des jus de légumes. Donc, c'est la soupe, c'est des jus, c'est des légumes cuits. Les jus, c'est des légumes crus, qui ne sont pas cuits. Et on leur a donné d'autres choses, et on a vu que ces gens-là, au bout de 7 à 10 jours, ils ont, comme les maladies ostéo-articulaires et articulaires sont surtout basées sur l'inflammation, c'est l'inflammation qui les compose et qui détruit par la suite les articulations, eh bien cette inflammation a été réduite au bout de 10 jours. C'est simple, c'est facile et ça rapporte gros. On n'a pas inventé la poudre. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné à une alimentation naturelle qui consistait à corriger notre alimentation. C'est-à-dire, on revient à une alimentation naturelle. عندنا الأخت سبحة، سبحة من الجزائر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور. من يسمع فيك أختي ممكن إذا عندك تلفزيون شعل أغلقيه. أوكي داكور. الصوت مرها ضئيل جدا. تلفزيون مقفول. نعم. الو راني نسمع فيك غير بالاقل ما مانيش عارف علاش ممكن التقنيين هنا يشوفوا لنا الصوت الا كان بالك بروبليم دو كونيكسيون ما الصوت ما راش نسمع دونك جو فودري بوزي اون كيستيون اه فوالا نتوما سي في وي سا في بلوس دو 20 ans il a fait une opération sur l'hernie discale L3 L4 Donc pour le moment, Mindek,
Genre paralysé, merde, je t'arrête. Qu'est-ce que vous conseillez comme traitement, à part le traitement d'Adoual, le tabib Lichorba? Bon, écoutez, le son n'est pas au point. On va garder votre numéro de téléphone, je vous appellerai après parce que là, je n'entends rien du tout. L'Ort D'accord, Sabha, elle le téléphone d'Yelha et ونكلموها فيما بعد لان ما نسمع فيها تماما. عند الاخ محمد من الجزائر. محمد، السلام عليكم. سلام دكتور، اهلا بك خويا. أهلا، كيف حالك؟ اهلا بك، تفضل. نعم، لدي سؤال تفضل. بخصوص أن لدينا بعض ما يسمى بالمعالجين في الطب الطبيعي، وش بهم المعالجين؟ لدينا بعض المعالجين مثلا في الطب الطبيعي، وأنا كنت لدي مشاكل عدة عن الآلام. ما انقطع الكلام بتاعك خويا، ممكن تعاود تقول لي وش راك تقول؟ لدي آلام في العظام، رحت معالج بالطب الطبيعي. ايوه، انت تعالج بالطب الطبيعي؟ نعم. اي أيوة والله، وين انت موجود؟ انا موجود في ولاية وردة. ايوه، خلاص، اذا تعالج بالطب الطبيعي نشوفه، نكلموك انت ثان، ناخذ رقم تاع التليفون ونكلموك، و ان شاء الله نشوف اذا ممكن تساعد الاخوه انت ثم عندما يجوا لنا. هاي سي محمد. نعم دكتور، ما اريد ان امتحن على الاقل انت مباشره. ايوه، نعم، يبدو الأخ محمد ما رضاش واضح، مانيش عارف الخط واش فيه. على كل، نمسكوا التليفون ديالو نكلموه فيما بعد إن شاء الله، ونشوفوا ما هو السؤال ديالو. والأخت سبحة أيضا في هذا بعد هذه المكالمة نواصل. حبيت برك نأكد على الإخوة والأخوات أن العلاج لأمراض المفاصل سهل، نقدر نعمله حنايا، ما يلزمش تكون عندنا عقلية التوكل على الطبيب في كل حاجة. احنا كثير من الأمراض نديروها بأيدينا، ولهذا جبت لكم هذا الدراسة النرويجية تاع جامعة النرويج اللي تبين بأن إذا رجعنا الإنسان للأكل الطبيعي، ما فيش الأدوية، ما فيه والو، نعطو لهم شربة خضار، نعطو لهم عصير تاع خضر أيضا، وإحنا ما عندناش الثقافة تاع عصير الخضر، هذا هو المشكل. فلابد ندخلوا الثقافة هذه، لأن فيها دواء كثير كبير جدا. عندنا مهني من تيزي وزو. السلام عليكم، تحياتي. وعليكم السلام ورحمة الله. طبيب، أنا اليوم تاعي مرض، رحت للطبيب تاع تيجي. أيوة. كراعي تاع المفاصل وفي يدي. أي والله. ومن بعد كنت ضربت حاجة هكذا جاتني في صباعي. رحت للطبيب مع طبيب نهضر معاه. وتقول لي لا جود. تهضر لي على لاكوت، زعما سوا ديزون راني مريض لا مالادي دو لاكوت، اوتون كسي ريان افوا. اون بعد دارت لي الراديو على كراعية. ايوا، ويديا ما دارتليش. كي سقسيت لها قالت لي معليش، مانيش عارف الخدمة هذه يا خويا طبيب، وراني نحوس نداوي، راني عيط اطبيب. انا بينا لك في الحصة هذه بأنك تقدر تعالج نفسك. مثلا في الأسبوع القادم إن شاء الله كون معنا، راح نعطيك كل العلاجات الطبيعية كيفاش نعملها. ما عندناش الأطباء أو لا فارماسي، رحت لا فارماسي باش نجيب دواء، قالوا لي ما عندناش.
خلاص انا اقول الدواء، انا اقول الدواء ممكن يدير مشاكل، ترجع الحاجه الطبيعيه. مي خلاص تقدر دير اشياء في البيت تاعك، ما تحتاجش الدواء. واش ندير اطبخ؟ دير شوربة تاع خضرة، ما دير فيها اللحم، ما دير فيها الزيت، ما دير فيها والو. لا لا طبيب هذا بالك واش ندير؟ كيما الحصة تاع الخضرة اللي فات قلت لنا دير لاكلاص. الو خلاص اما شوف الاسبوع الجاي يكون معنا ومن بعد نشوفه. عندنا الاخ جمال من تيزي وزو. السلام عليكم سي جمال. السلام ورحمة. اهلا بك خويا. راك تسمع فيا دروك هكا؟ الصوت راه منخفض، مانيش عارف علاش اليوم الصوت راه منخفض بزاف. السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله، راني نسمع فيك الآن. ايوه تفضل. عندي بروبليم قلت لك تاع الفيتيليغو. فيتيليغو الفيتيليغو مرض، ماهوش مرض، هي حاجه قضيه تاع الجلد شويه صعيبه. الطب ما عندوش حاجه ليه. في الطب الطبيعي هنالك بعض الاشياء اللي ممكن يعملها. هل تعرف الرادي الاكحل هذاك؟ الرادي واش من الرادي هذاك؟ رادي نوار. لا اسمه رادي نوار غافانوس نيجير بالطب العلمي. العصير تاعو ممكن تشربوه وممكن تعملوا في البقاع اللي موجود فيها الاخر. هذا في بعض الاحيان يعطي نتيجه. يبدو ان الاخ جمال فقدناه، عنده الفيتيليغو. الفيتيليغو صعيب شويه باه يتعالج، لكن نحاول نعطي بعض النصائح عليه في المستقبل. لكن الفيتيليغو ماهوش حاجه خطيره، غير قضيه أناقة ومشكل إذا جاء في الوجه شوية مشكل، لكن صعيب بيتعالج لأن الأصل تاعو ماهوش معروف. بعض الأحيان المواد كيميائية، بعض الأحيان أخرى ما أشياء أخرى ماهيش معروفة، ولهذا العلاج تاعو حتى في الطب الطبيعي يصعب شوية. هنالك بعض الأشياء اللي ممكن تفيد، لكن الإنسان يستعملها ممكن تفيد ممكن ما تفيدش. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى آخر هذه الحصة اليوم. شكرا على حسن انتباهكم، ومن فضلكم حضروا الأسئلة في الأسبوع القادم، حضرها مسبقا عندما نعمل تقديم في الأربع ساعة اللي يجي فيما بعد. تكون الأسئلة تاعكم حاضرة، تعطوها لي ونجاوبكم عليها يا إما في الحين يا إما في الأسبوع اللي يجي فيما بعد. في الأسبوع القادم إن شاء الله راح نتكلم على هذه الأمراض المفاصل والعلاجات الطبيعية، نتكلم عليها بتفصيل، نعطي كل تفاصيل عليها، وهي سهلة يقدر الإنسان يتخلص منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.